السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابي طلاب الصف السادس الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم أستاذ وليد يسري من قناة الرياضيات أونلاين. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس 61 في الرياضيات، ترم تاني رياضيات الصف السادس الابتدائي، الترم التاني الدرس 61 ده أول درس، وهو خاصية إيه؟ خاصية التجميع في الضرب. طيب يا مستر، عايزين نفهم الدرس. هو الدرس صعب؟ لا، الدرس سهل جدا وبسيط جدا جدا. بكل بساطة، لما يجيب لك مثلا 3 أعداد بالشكل ده، 2 في 5 في 4، ازاي تضربهم؟ بكل بساطة هتعمل ايه؟ ممكن تاخد الاتنين دول تضربهم في بعض، يعني ده وده تضربهم في بعض، والناتج اللي يطرح تضربه في التالت. يعني على سبيل المثال هقول 2 في 5 ب10، العشرة دي الناتج ده طلع حصل ضرب 2 في 5، بعد كده العشرة هتضربها في كام؟ في الـ4، وهو ده الدرس بتاعك بكل بساطة. ممكن واحد تاني يقول لي لا يا مستر، انا هاخد الاتنين دول 4 و5، قلت له مفيش مشكلة، والناتج اللي هيطلع هتضربه في 2، بس كده هو ده الحل. احنا اول واحد اختار، قال لي انا يا مستر هختار 2 و5 اللي خدناهم من شوية واضربهم في بعض، والناتج بتاعي طلع 10، والعشرة ضربتها في اللي سبناه بره هو مين؟ الـ4. 4 في 10، 10 في 4 ب40، قلت له مفيش أي مشكلة. طبعا 4 في 10 معناها العشرة هتتكرر 4 مرات، يعني هجمعها 4 مرات، دي خاصية الجمع المتكرر. طيب تاني واحد قال لي لا يا مستر، أنا هاخد الخمسة والأربعة، والناتج اللي هيطلع هو 20، هضربه في ايه؟ هضربه في الاتنين، قلت له مفيش أي مشكلة برضه. واحد تالت لرأي تالت قال لك يا مستر، أنا هاخد التلات أعداد، هضربهم في بعض مباشرة من غير ما أعمل أقواس، قلت له برضه أنت شاطر مفيش أي مشكلة، 2 في 5 ب10، 10 في 4 ب40، مباشرة من غير ما أعمل أي أقواس. وطبعا كل واحد يختار اللي هو عايزه، دي الخاصية بكل بساطة. طيب يا مستر، عايزين نحل شوية تمارين على الدرس بتاعنا، بس في ملاحظة بسيطة قبل ما نبدأ في الدرس. لازم لو عندك أقواس في أي مسألة، لو عندك أقواس بالشكل ده لازم تشوف الأقواس بكامل الأول، لازم الأقواس أعرفها بكامل الأول. يعني زي دي مثلا، جيت أحل مسألة لقيتها بالشكل ده 2 في 4، جوه القوس 5 في 4، أضرب إيه؟ قلت لك لازم تضرب الأقواس الأول، هتقول 5 في 4 ب20، والناتج ال 20 اللي طلع ده بعد كده تضربه في اللي بره، ماشي؟ يبقى خلاص يا مستر احنا اتفقنا، لما الاقي في اي مساله اقواس لازم احل الاقواس الاول، لازم احل ايه؟ الاقواس الاول. تعالوا بعد كده نخش على التمارين بتاعتنا. طبعا احنا شغالين من كتاب ايه؟ من كتاب الاضواء، كتاب ايه؟ الاضواء، عشان كله طبعا اكيد معاك كتاب الاضواء للمرحله ايه؟ الابتدائيه. طيب يا مستر يلا نخش على ايه؟ التمرين الاول، نشاط واحد، بيقول لي اكمل مستخدما خاصيه ايه؟ التجميع، خاصيه التجميع. قلت له مفيش اي مشكله، هنستخدم خاصيه ايه؟ خاصيه التجميع. طيب يلا نستخدم شطار خاصيه التجميع بتاعتنا اللي اتعلمناها من شويه. اهو عندي جاب لي 3 ارقام ضربهم، اخد 2 في قوس وضربه في الثالث، بعد كده نفس النظام غير هنا، بدل ما كان واخد الاثنين الاولانيين خد 2 الاخرين. هنا بيقول لي مثال بس عشان ابين لك الحل وبعد كده انت كمل. قلت له مفيش أي مشكلة. قال لي بص كده، 4 في 6 في نقط يديني 4 في 6 في 3. قلت له ثانية واحدة، هي الأربعة أهي والأربعة أهي، الستة أهي والستة أهي، التلاتة أهي، فين التلاتة اللي قصادها في الناحية التانية؟ مفيش، عشان كده هو راح حاطط لك إيه؟ حاطط لك تلاتة، حاطط لك إيه؟ تلاتة. طب تعالى نشوف المثال اللي بعده. قلت له استنى، أنت أول حاجة الاتنين موجودة في الناحيتين، التسعة، طب التسعة مش موجودة غير في ناحية واحدة، يبقى أكيد النقط اللي ناقصة دي هي مين؟ هي التسعة، والخمسة أهي وهي. تمام يا شطار؟ بعد كده هنشوف رقم ب، بيقول ايه؟ 6 في افتح قوس 7 في 4 بيساوي 6 في نقط في 4. قلت له مفيش اي مشكله، تعال نقارن الناحيتين نشوف هل الموجود هنا هو الموجود هنا ولا في حاجه ناقصه. قلت له الستة هي موجوده في الناحيتين، السبعه مش موجوده غير في ناحيه واحده، يبقى اكيد السبعه، والاربعه اهي موجوده في الناحيتين. تمام يا شطار؟ سهله جدا مفيش اي مشاكل. لو ضربت دول في بعض وجبت الناتج بتاعهم هيطلع هو نفس الناتج بتاع دول. طيب يا مستر سهلة جدا، ده سهلة جدا ودرس بسيط، يلا نكمل. احنا هقول يلا، هنا في 2، هنا في 2، هنا في 8، هنا في 8، هنا في 5، يبقى لازم هنا يبقى في كام؟ لازم يبقى في 5 يا مستر، يبقى 5. طب يلا نشوف اللي بعده، هنا في 9، فين التسعة اللي هنا؟ مش موجودة، حطوها هنا. تمام يا شطار؟ يبقى دي 9. طيب يا مستر سهلة جدا، طب وهنا في حاجة ناقصة يا مستر؟ قلت لكم طيب، هنا في 2، هنا في 2، هنا في 5، فين الخمسة اللي هنا؟ مش موجودة يا مستر، يبقى دي في 5. يبقى هبص كده هلاقي الأرقام اللي موجودة هنا كلها هي الموجودة هنا، 5 9 5 2، هنا 9 5 2.
تمام. بس الفرق ان هنا خد في القوس الاثنين الاولانيين، لكن هنا خد الاثنين في الاخر. تمام، يلا شوف اللي بعده. سبعه موجوده هنا، فين السبعه اللي هنا؟ مش موجوده يا مستر، حطها هنا، يبقى دي سبعه. طيب هنا في ثلاثه، هنا في ثلاثه. طب هنا في سته، فين السته اللي هنا؟ مش موجوده يا مستر، يبقى حط السته دي. يبقى الحل بتاعك بالشكل ده. تمام، ونخش نخش طبعا على النشاط رقم اثنين. النشاط رقم اثنين، طيب يا مستر ده حاجات سهله جدا جدا جدا. تعال نشوف نشاط رقم اثنين، بيقول لي مثال 2 في 4، 2 في ايه؟ 2 في 4 في 5. تمام، يعني اخدت 2 في قوس وبعد كده ضربتهم في الثالث. ايوه، طيب ماشي، بيساوي كام؟ قال لي 2 في كام؟ قلت له استنى استنى استنى، مش دي ال 2؟ قال لي ايوه. ومش دي ال 2؟ ايوه. باقي كام من الناحيه الثانيه؟ انا خلاص في 2 و2، يبقى باقي مين؟ 4 و5. يبقى اكيد اللي جوه القوس دول الاربعه وايه؟ والخمسه، وهو حلهم لوحده. قلت له طب تمام، حلو خالص. بعدين قال لي احنا مش اتفقنا من شويه يا مستر ان احنا لما الاقي اقواس نضرب الاقواس الاول، نجيب الاقواس بكام الاول؟ قلنا ايوه. خلاص اضرب 2 في 4 بكام؟ 4 ب 8. بعد كده الخمسه اهي زي ما هي نزلت، عشان دي من بره لوحديها. الاثنين مع بعض اتضربوا ببعض، اتخانقوا مع بعض، واداني 8. الخمسه دي ملهاش دعوه بحاجه، قاعده بره لوحديها. تمام، بعد كده الاربعه والخمسه اتضربوا مع بعض عشان بيتخانقوا مع بعض جوه القوس، طلع لي 20. 4 في 5 20، والاثنين دي بره لوحديها ملهاش دعوه باي حاجه. 2 في 20 بكام؟ ب 40. 8 في 5 ب 40، يبقى الناتج هنا لازم يساوي الناتج هنا. تمام يا شطار، اروح للي بعده. طيب يا مستر سهله جدا، 3 في 2 في 6 اللي جوه القوس 2 وكام؟ 2 و6. هنا اللي جوه القوس 2 وكام؟ 2 و3. سهله جدا يا مستر، ما انت لسه قايل من شويه ان لو لقينا اقواس لازم نحل الاقواس الاول. تمام، الثلاثه اهي، الثلاثه نزلت، يلا نحل الاقواس. 2 في 6، 2 في 6 يا مستر ب 12، ده سهله جدا، ده احنا حافظينها. بعد كده تعالى قول دي 3 في 2 ب 6 يا مستر، ده سهله خالص جدا جدا. طب يلا نشوف 3 في 12 بكام؟ 3 في 12، 3 في 12 ده ب 36. طيب حلو خالص، لازم الناحيه الثانيه تطلع ب 36، ما طلعتش ب 36، يبقى الحل بتاعنا ايه؟ بتاعنا غلط. يبقى 6 في 6 بكام؟ ب 36، يبقى الحل بتاعي يكون 36. او حد يفتكر ايه؟ يفتكر ان دي صفر، لا دي نقطه انا عاملها كده تحت الرقم. تمام، اللي بعده. خلاص يا مستر فهمناها، 36 بتساوي 36. يلا زي ما اتعلمنا شطار، دي بره الخناقه ملهاش دعوه بالخناقه، تنزل لوحديها. الخناقه جوه عند الاقواس. 4 في 2 بكام؟ ب 8. اتخانقوا طلعوا 8. تعال نشوف اللي هيتخانقوا دلوقتي، الثلاثه والاربعه هيدينا 12 يا مستر، 12. طيب حلو خالص، الاثنين دي ملهاش دعوه بحد، قاعده لوحديها. بعد كده اضرب دول، دول هيسكتوا؟ لا، هيضربوا بعض دلوقتي. 3 في 8 بكام؟ 3 في 8 يا مستر ب 24. حلو خالص، سهله جدا. 12 في 12 في 2 بكام؟ ب 24 يا مستر. ليه ده سهله جدا، يعني 24 بتساوي 24، ده لازم 24 تساوي 24. طيب اللي بعده يا مستر، استنى كده نشوف. دي 7، هنا السبعه موجوده. دي 2، فين الاثنين اللي هنا مش موجوده؟ احطها. طيب هنا في واحد، فين الواحد اللي هنا مش موجود؟ احطه. تمام كده حلو، نبدا نضرب الاقواس اللي جوه مع بعض بيتخانقوا مع بعض. 7 في 1 ب 7 يا مستر، برافو. الاثنين دي ملهاش دعوه بحاجه، تنزل. بعد كده 7 تنزل عشان ملهاش دعوه بحد دي. بعد كده 1 في 2 ب 2. 7 في 2 بكام؟ ب 14. وبعد كده 7 في 2 بكام؟ ب 14. طب افرض يا مستر ضربت الناحيه دي لقيتها مثلا ب 14 والناحيه دي طلعت مثلا ب 18. لا، يبقى حلها غلط، لازم تراجع الحل بتاعك. طيب في حاجات مهمه وبعض الناس ما بتاخدش بالها منها، سواء كان مدرسين او اولياء امور. ايه هي الحاجات المهمه؟ بصوا كده، دايما في اخر الملخص بتلاقوا حاجه زي كده، ارشادات ولي الامر. يعني ايه؟ يعني المفروض انت تعمل ايه؟ درب طفلك على استخدام خاصية التجميع من خلال شرح النشاطات، يعني النشاطات اللي احنا بنحلها دي تشرحها له وتفهمها له، تمام؟ وتدربه عليها، تخليه هو يحلها بايده، تمام؟ عشان تخلي بالكم من الملاحظات اللي تبقى مكتوبة من تحت، دي مهمة جدا. طيب، ماشي يا مستر، سهلة جدا، يلا نخش على الصفحة الثالثة. الصفحة الثالثة يا شطار بتقول لي ضع علامة صح أمام المسائل التي لها نفس القيمة، لها نفس إيه؟ القيمة، يعني اللي مش ليها نفس القيمة سيبها فاضية. قال لي طب خد مثال طيب يوضح لك إيه؟ الحل بتاعك، خد مثال. قلت له ماشي اديني مثال. قال لي بص كده 7 في 4 في 3. قلت له ثانية واحدة، واحد شاطر قال لي السبعة دي مالهاش دعوة بالخناقة، هناخد دول يتخانقوا جوه في قوس
والسبعه والاثنين دول يتضربوا خلصوا على بعض كده اتضربوا في السبعه. قلت له ماشي مفيش مشكله. وحتى قال لي لا يا مستر ناخد الاثنين اللي بره دول واخلي الثلاثه لوحدي. قلت له طب ما تيجي نشوف الاختيارات بتاعتنا ونشوف انهي واحده صح. قال لي في واحده اهو يا مستر ده السبعه طلعت بره ملهاش دعوه بحاجه، واربعه في ثلاثه دخلوا جوه هيضربوا بعض كده صح، مش دول سبعه اربعه ثلاثه ودول سبعه اربعه ثلاثه مضروبين في بعض. قال له ايوه عشان كده اختار لي علامه صح. طيب 7 في 7 بكام؟ 7 في 7 ب 49، 7 في 7 ب 49. طب دي 7 ودي 7، طب دي 7 واحده، طب 4 في 3 ب 12، هل هي ال 12 دي ب 7؟ لا مش ب 7 يا مستر، يعني معناها ضربنا القوس ده طلع ب 7؟ لا ما طلعش ب 7 ده هيطلع ب 12، يبقى ده عشان كده سابه فاضي. بعد كده هنا برده نفس النظام، 7 في 4 في 3 ما هم نفس الارقام 7 و4 و3 بس الفرق ان خدنا الاثنين دول جوه القوس يبقى دي برده صح. طب هنا 7 في 12، قلت له استنى السبعه اهي وضربنا القوس ده 4 في 3 بكام؟ ب 12، عشان كده خدها علامه صح ان 7 في 12. تمام يا شطار، سهله جدا بسيطه يا مستر. نخش على اللي بعدها رقم ا، بيقول لي 8 في 9 في 2. طب سهله جدا، يلا نشوف ال 8 اهي موجوده، ال 9 موجوده، ال 2 موجوده، يبقى خلاص بدل كلهم موجودين وبينهم علامه في يبقى صح. اللي بعد 8 في 9 في 3، قلت له استنى، انت بتقول 8 في كام؟ في 8 في 9 في 3، طب انا عندي 3 فوق؟ لا مفيش 3، يبقى عشان كده هسيبها فاضيه. بعد كده قال لي 27 في 2، قلت له 27 في 2 انت بتضحك عليا، طب دي 27، طب تعالى نضرب القوس ده نشوف يطلع بكام. 8 في 9، 8 في 9 ب 72 يا مستر، 72، هل ضربهم طلعوا 72، هل دي 72؟ طب ما الاثنين اهي وهي تحت، طب دي 27 مش 72. بص بيغلطني بيقول لي 27 عكسها لي المفروض 72، واحد ممكن يغلط ما ياخدش باله يقول اه هي دي 72، لا دي 27، يبقى عشان كده هسيب دي فاضي. انا هاخد الثانيه دي احنا خدناها عشان عرفنا ان هي صح ودي سيبناها فاضي. 72 في 2، قلت له فعلا ما دي 72 حصل ضربهم 72 اهي والاثنين اهي مالهاش دعوه بالخناقه نزلت زي ما هي، يبقى 72 في 2 يبقى دي صح برضه عشان دي هتدينا الناتج صح. يلا نشوف اللي بعديها، يلا بس نطلع الصفحه شويه كده لفوق عشان ايه نشوف الصفحه كويس. تمام يا مستر كده خلصنا من الاولانيين، تعال نخش على التانيين. يلا هقول ثانيه نظبط الصفحه يا شطار عشان الصفحه طارت مننا شويه كده، ايوه كده كويس ماشي. يلا يا مستر نبدا، بيقول لي 5 في 2 في 5، قلت له استنى واحده ثانيه واحده يلا نشوف انهي واحده فيهم الصح. طب قلت له استنى احنا المستر انت مش لسه قايل من شويه اضرب الاقواس؟ تمام 2 في 5 بكام؟ برافو عليك يا اللي قلت 10، 2 في 5 ب 10. طيب يا مستر يلا نحل 25 في 10، طب دي 25؟ لا دي 5 يبقى ده مش تبعنا. بعد كده 5 في 10، يا مستر ده الخمسه اهي والخمسه اهي والعشره اهي والعشره اهي، برافو عليك يا شاطر يبقى دي صح. 25 زائد 2، 25 زائد 2، طب ثانية واحدة، 25 زائد 2 كام؟ 27، طب دي 10 مضروبة في 5 ب 50، هل هما الاثنين هيدوني 27؟ لا يا مستر يبقى خلاص، وأنت أصلاً شفت زائد فوق مفيش زائد، يبقى خلاص هنسيبها دي. 5 في 2 في 5، طب 5 في 2 ب 10، أهو 10 في 5، أيوه ما هو 5 في 2 ب 10 ومضروبة في 5، يبقى صح دي معانا. تمام؟ يلا نشوف اللي بعدها رقم ج. بيقول لي 8 في 3 في 10، قلت له سهله جدا، هضرب اول حاجه ال 3 في 10 هشوف الاقواس دي بكام عشان ممكن يضحك عليا ويجيبها لي تحت. 3 في 10 ب 30، انا بكتب بالماوس بتاع الكمبيوتر عشان كده ايه الخط مش حلو. 8 في 13، 8 في ايه؟ في 13؟ لا ده دي طلعت 30 مش 13، ال 8 اهي وال 8 اهي ودي طلعت 30 مش 13، يبقى انت مش معنى انت بتضحكوا عليا في دي. بعد كده 8 زائد 3 في 10، 8 زائد 3 لا قصدك 8 في 3 في 10، يبقى ضحك عليا وجاب لي زائد يبقى مش هاخدها. 24 في 30، قلت له 24 في ايه؟ في 30، ده دي 30 ودي 8، ايه اللي جاب لي 24 دي جت من فين؟ يبقى مش تبعي. 240، قلت له 240 طب استنى كده اضرب دول كلهم في بعض اشوفهم هل هيطلعوا 240 ولا لا. قلت له ماشي يلا نبدا. أول حاجة يا شطار كده حصل ضرب 8 في 30 عشان دي طلعت ب 30. بصوا كده هعلمكم طريقة جميلة جدا، لما تضرب أي عدد قدام صفار في أي عدد تاني نزل الصفار دي شيلها عشان ما تتعبكش. تمام كده نزلنا الصفر، 8 في 3 بكام؟ ب 24 يا مستر، 8 في 3 ب 24 أصبح الناتج كام؟ 240، يبقى هي دي الوحيدة اللي صح معانا. تمام يا شطار اتفهمت؟ ايه يا مستر ايه اللي انت قلته ده؟ معلش عيد لنا دي تاني. لا طب ما نعيدها ليه؟ ناخد مثال كمان، لما اقول لك 40 مثلا في 30، دي لازم تتعلموها الحاجات دي،
40 في 3 طبعا عندي كم صفر قدامي؟ واحد اثنين، نزلوهم عشان ما يتعبكمش كده صفرين. بعد كده اضرب الاعداد مع بعض، 4 في 3 بكام؟ ب 12 يا مستر. يبقى الناتج اصبح كام؟ 40 في 30 بكام؟ ب 1200. اي عدد بالشكل ده يكون قدامه صفر وهتضربه في اي عدد تاني، نزل الصفر واضرب الاعداد عادي. تمام يا مستر، ده سهله جدا، ده حاجه جميله جدا. يلا نكمل بقى ايه الامثله. اوجد ايه؟ قال لي اوجد حاصل ضرب ما ياتي. قلت له ماشي حاضر مش مشكله، نشوف عايز ايه. قال لي 2 في 3 في 4. قلت له ثانيه واحده، ده المستر علمني. قال لي لما تكون اللي دي بره ملهاش دعوه بالخناقه تنزل زي ما هي، لو اتنين بيتخانقوا جوه مضروبين في بعض سيبوهم يضربوا على بعض وخلصوا على بعض. 3 في 4 ب 12، خلصوا على بعض طلعوا 12. بعد كده ال 12 ايه؟ تسكت؟ لا، هتضرب مع الاتنين، يبقى 2 في 12 ب 24. تمام يا شطار، سهله جدا يا مستر، ما فيهاش مشكله. ده مثال محلول يا مستر، مدوها لنا عشان ايه؟ يعلمنا ازاي نحل. طب يلا نكمل، يلا نشوف اللي بعده. بيقول لي 6 رقم ألف 6 في 2. قلت له ثانيه، ده المستر علمني لما اكون عندي قوس اضرب في القوس الاول. 6 في 2 بكام؟ ب 12. بعد كده دي ملهاش دعوه بالخناقه تنزل. 12 في 3 بكام يا شطار؟ 12 في 3 يا مستر ده ب 36، عارفينها. هو تفتكرنا مش عارفينها؟ لا عارفينها طبعا. اللي بعده رقم ب بيقول 7 في 4 في 5. سهله جدا برضو دي، ملهاش دعوه بالخناقه تنزل زي ما هي. بعد كده 4 في 5 بكام؟ ب 20. يا مستر استنى، انت علمتها لنا من شويه لما كنا اصفار. انزل الصفر، نزلنا الصفر، فضل معايا 7 في 2 بكام؟ ب 14. اصبح الناتج 140. سهله جدا. ايه ده يا مستر؟ طب دي صعبة جدا، هحلها ازاي؟ مش احنا لسه متعلمين من شوية؟ هتاخد انهي اتنين في قوس؟ براحتك، اللي تختارهم انا هختارهم. واحد قال لي هختاره 8 و5، قلت له طب ليه تاخد الكبيرة؟ اتنين الكبار، ما تاخدوا اتنين الصغيرين، 2 و5. التمانية دي خليها بره كده عشان دي كبيرة ومسكتهم هتضربهم كلهم، خلي التمانية بره. 5 في 2 بكام؟ ب 10. 2 ب 10، 8 في 10 بكام يا شطار؟ ب 80. سهلة جدا. دايما دور على العدد، العددين اللي حصل ضربهم يديك 10 او حاجه قدامها صفر عشان تسهل عليك، يبقى الناتج طلع 8. يلا 8 9 في 1 9 1 9 في 5، بعد كده 9 في 5. ايه ده، ايه اللخبطه دي يا مستر؟ طب ما يا مستر استنى نقسموهم، انت قلت خد اثنين الصغيرين، تعالى ناخد اثنين الصغيرين اهو نحطهم جوه القوس. التسعه دي تخليها بره كده لوحديها اهي. 1 في 5 ب 5، 9 في 5 بكام؟ ب 45 يا مستر، سهله جدا. حلو خالص، يلا نكمل. 4 في يا مستر انت مش لسه قايل لنا من شويه لما تلاقوا 10 دايما خدوا ال 10. ايوه خدوا ال 10 واي عدد تاني عشان تسهل عليك. 4 في 10 بكام؟ 4 في 10 ب 40. تمام، وبعد كده السبعه دي ملهاش دعوه تنزل. بعد كده ال 40 تروح للسبعه تضربها صفر ينزل. 4 في 7 بكام؟ 28 يا مستر. تمام 28، يبقى الناتج 280. ارشادات ولي لولي الامر. طبعا الارشادات دي مهمة جدا، لازم سواء كنت معلم او ولي امر لازم تقراها. درب طفلك على استخدام خاصية التجميع من خلال شرح النشاطات، طبعا قلناها من شوية. لازم تدرب طفلك على ايه؟ على لازم يحل لوحده، لازم الرياضة ان هو يطبق بايده ويحل لوحده. تمام؟ اللي بعده احنا دلوقتي في صفحة 16، يلا نخش على الصفحة رقم 17. طيب في نشاط بالشكل ده بيقول لي مثلا على سبيل المثال، دي صفحة 17 اتأكد منها. ايوه صفحة 17. ايوه صفحة 17 ودي اخر صفحة. طيب يا مستر سهلة جدا جدا جدا، جايب لي نشاط بالشكل ده اهو، نشاط 5 اقرأ ثم اجب، اقرأ ثم اجب. طيب يا مستر هنجاوب ونقرأ ونجاوب. متجر للطيور، طبعا بيجيب لنا دي مسائل اسمها مسائل ايه؟ لفظية، بيجيب لنا كلام واحنا علينا نترجم الكلام لرياضة. زي لما يكون انجلش بيقرا لي الانجلش وهو اللي ترجم الانجلش لعربي، احنا بنقرا الكلام ونترجمه الرياضه. بيقول لي متجر للطيور به رفان، به كام رف؟ 2. اي ارقام هتجيب لنا هاخدها؟ 2. كل رف كام؟ 3. وبكل قفص 3 اقفاص، وكل قفص كام؟ 7 عصافير. عندي كام كده؟ 2 في 3 في 7. يبقى هتضرب في عمال عدد الكل العصافير هتضربهم في بعض، عدد الكل بيساوي 7 في 2 في 3. بص هنا خد 2 الصغيرين ضربهم في بعض عشان يسهل عليه الموضوع. 7 نزلت، ال 3 في 2 هيضرب القوس 3 في 2 ب 6، 7 في 6 ب 42، وحاجه سهله جدا جدا، يبقى فيها 42 عصفور، يبقى القفص عدد الكل عصافير طبعا 42 عصفور. طب تعالى نخش على اللي بعده. عادل واحمد وسالي 3 دول 3 اخوه، يبقى اول حاجه خدت اول رقم 3 في، يلا انا بحل على طول عشان احنا في داخل الدرس. طيب 3 اخوه يشتري كل واحد منهم 3 بالونات، تمام. 3 بيشتروا كل واحد 3، تمام.
في اليوم الواحد، فما عدا البنات اللي اشتروها في اسبوع يبقى اكيد هدخل ده في اليوم الواحد بيشتروا كل هم ثلاثة، بيشتروا كل واحد ثلاثة، طب في اسبوع يشتروا قد ايه؟ يبقى هضرب ثلاثة في ثلاثة في سبعة، ثلاثة في ثلاثة في ايه؟ في سبعة، ثلاثة في ثلاثة في سبعة. استنى يا مستر، صعبت المسألة جدا جدا جدا. لا مش صعبة ولا حاجة، هناخد الاتنين الصغيرين مع بعض اهو. 3 في 3 بكام؟ خلي السبعه دي بره الخناقه دلوقتي. 3 في 3 بكام؟ ب9. تمام، في كام اللي بره الخناقه؟ كام؟ 7. طب 9 في 7 بكام يا شطار؟ 9 في 7 يا مستر، ده احنا عارفينها ب63. طب برافو عليكم، يبقى 63. يبقى عدد البالون، عدد البالونات اللي يشتروها في اسبوع بتساوي 63 ايه؟ بالونه. تمام يا شطار. طيب اللي بعده يا مستر، ونخش على ايه النشاط اللي بعده ونشوفه عايز مننا ايه. بيقول لي شقه بها 5 غرف. تمام، بها كام غرفه؟ بها 5 اهو. نحط خط تحت الرقم. بكل غرفه دولابان 2، يعني دولابان يعني 2 دولابين. طيب وكل دولاب كام قميص؟ 4 قمصان. فكم قميصا بالشقه؟ اقول له معناها 5 اضربها في الدولابين اللي هم 2 اضربها، فكل دولاب 4 قمصان، وشوف الناتج بتاعك هيطلع كام بالظبط. اقول له يا مستر احنا اتفقنا لما ناخد 2 لاي حاجه تضربها في التانية تديك 10 خدها. 5 في 2 بكام؟ اهو خد الاتنين دول جوه القوس اهو، 5 و2. 5 و2 بكام؟ ب10 في 4. طب 10 في 4 سهله جدا، لو مش عارف 10 في 4 بكام زي ما اتعلمنا الطريقه بتاعتنا، نزل الصفر 1 في 4 ب4، يبقى الناتج بتاعك 40. تمام، سيارة نقل تحمل كل سيارة 4 صناديق. تمام، خد بالك من الكلام، سيارة نقل يعني 2 تحمل كل سيارة 4 صناديق، وبكل صندوق 10 كتب. اقول له كم سيارة دول؟ سيارة المفروض سيارة نقل يعني 2، او سيارتين مش هتفرق. تمام، سيارة نقل تحمل كل واحدة يبقى 2. كل واحدة بتحمل كام؟ قال لي كل واحدة بتحمل 4 صناديق، يبقى 2 في 4. كل صندوق في كام؟ قال لي كل صندوق 10 كتب، يا عم 4 في 10. واحد قال لي ثانية واحدة، أنا هاخد إيه؟ معلش مش مشكلة، ممكن أضرب 4 في 10 ب40 وأضربها في 2. واحد قال لك أنا أضرب 2 في 4، هاخد اللي دول مثلا أولين الصغيرين. 2 في 4 بكام؟ ب8 في 10. 8 في 10 بكام؟ مش عارف يا مستر، أنا مش حافظها. 8 في 10 زي ما قلت لك نزل الصفر، و8 في 1 بكام؟ ب8، يبقى الناتج بتاعك طلع كام؟ 80. طيب اتعلمنا إيه خلال الدرس ده؟ المفروض المطلوب منك كولي الأمر أو معلم تعمل إيه؟ أنا تعلم تشوف الطالب اللي قدامك هل هو تعلم خاصية التجميع في الضرب؟ يعني بعد ما خلصت الدرس وشرحته هل هو فهم كويس وعارف يحل؟ لو كان عارف يحل هتيجي زي الشاطر كده، طبعًا بعتذر طبعًا طبعًا، أنت ولي أمر أو مدرس كل اللي هتعمله تيجي كده بكل بساطة قدام معنى خاصية التجميع في الضرب، هو فهمها كويس عامل له علامة صح. تطبيق خاصية التجميع في الضرب لحل المسائل الكلامية، عارف يحل المسائل الكلامية دي، حليت له مثلا مسألة وعارف يحل الباقي تمام كويس، يبقى خلاص تعمل له صح. لو ما عرفش مثلا هتعمل غلط وترجع تراجع له كل اللي عملته، وبكده يبقى خلصنا الدرس الأول، الدرس 61 للصف الثالث الابتدائي. وانتظروني إن شاء الله في درس جديد، والدرس الثاني هو درس صف 62 صف الثالث الابتدائي. كان معكم وليد إسرائيل من قناة رياضيات أونلاين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.